بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. دائما في ظل بناء الجمهورية الجديدة للسيد الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. دائما معكم المساعد الأول المتقاعد، ممثل والناطق الرسمي لفئة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، وصوت لكل محاربي العشرية السوداء بإذن الله تعالى. لأنه قلنا لكم أن التسوية والحقوق تكون على هذا الأساس، وهو كمحاربين للعشرية السوداء. الجميع اللي خدم المرحلة عنده الحق أن الدولة تكرمه بإذن الله براتب محترم ليه ولعائلته بإذن الله تعالى، وهي في حد ذاتها وعد من عند السيد رئيس الجمهورية. احنا اللي علينا قلنا الصبر فقط. تحدثنا بزاف وجا اليوم وهو شهر مارس. حبيت نبلغ خاوتي ومبشر خاوتي انه شهر مارس هذا باذن الله تعالى راح يكون شهر تاريخي وموعد فاصل في بناء الجمهورية الجديدة وفي تجسيد وعود السيد رئيس الجمهورية باذن الله تعالى في جميع المجالات. كما قلنا بداية استيراد السيارات وتسويق السيارات أقل من 3 سنوات، قلنا زيادة في الرواتب بإذن الله تعالى راح تكون زيادة معتبرة بإذن الله تعالى. كاين أمور أخرى، تعديلات وزارية وتشكيل حكومة جديدة بإذن الله في هذا الشهر بإذن الله تعالى، لأنه المرحلة القادمة من مارس ولهي راح تكون مرحلة تاريخية وهي الفاصلة بإذن الله تعالى. الشيء اللي يهمنا خاوتي جميع محاربي العشرية السوداء، قلنا لما نقولوا محاربي العشرية السوداء جميع الفئات اللي خدمت المرحلة وجميع الرجال، باه ما نفضلوا واحد على واحد، أننا كامل لنا الحق أن الدولة تكرمنا بإذن الله، وهو مسعى للسيد رئيس الجمهورية أحب من أحب وكره من كره. راح تكون قرارات إن شاء الله بإذن الله تعالى، راح تكون كما قلنا لكم البداية بالزيادة في الرواتب بإذن الله تعالى، وتكون زيادة معتبرة بإذن الله تعالى. راح تكون قرارات حاسمة للسيد رئيس الجمهورية بخصوص هذه الفئة، أنه يعطي لها حقها بإذن الله تعالى في شهر مارس هذا. وراح يخاطبكم السيد رئيس الجمهورية بإذن الله تعالى، راح يخاطب الفئة وراح يبين كما يقول لك كل شيء اللي تستاهله وتدوه. لهذا رانا نشوفوا في ناس والتمسناها في خطابه الأخير، أنه كاين ناس قال لكم مازال الناس اللي كانت حابة تستغل هذه الفئة، والناس اللي دارت لنا قلت لك تشكيلات وتنسيقيات خلايا، وكأنها خلايا. الحمد لله غلبناهم بالوعي تاعنا، قلنا لكم والله جميع الفئات أننا غلبناهم بالوعي تاعنا، غلبناهم أنه الجزائر خط أحمر، أنه الجيش الوطني الشعبي خط أحمر، وأنه عندنا حقوق وهي راتب محترم لجميع الفئات اللي خدموا، الفئات اللي خدموا في مرحلة العشرية السوداء. أنه هذا الهدف تاعنا، ما عندنا حتى هدف تعرضنا إلى مضايقات وكذا ما يهمش، هذه دائما تدخل في، لأنه قال لك نالي تدي حقك تنسى كلش، نالي ندو حقنا نلوحوا كل شيء ورا ظهورنا بإذن الله. لهذا راح نبشر خاوتي أنه هذا شهر مارس راح يكون شهر تاريخي، راح يكون شهر القرارات، شهر اللي يخاطب فيكم ويخاطبكم السيد رئيس الجمهورية بإذن الله تعالى. وراح تتفرج علينا ان شاء الله، وراح تكون قرارات لصالح جميع الفئات، باه واحد ما يزف على واحد، واحد ما عنده فضل على واحد. كنا نخدموا كاع مع بعضنا كما يكون كانوا مسمينا في ذاك الوقت القوات المشتركه، هذه هي معناها جميع اللي خدم مرحله العشريه السوداء. ربي يوفقنا ان شاء الله خاوتي. انت طالب واحد انكم ديروا لنا متابعه للصفحه تاعي، صفحه المساعد الاول المتقاعد، الصفحه الاحتياطيه، بيكون خطاباتنا ان شاء الله مباشره معاكم. ديرونا متابعه الصفحه،
ومرحبا بكم جميعا في صفحتي، وراح نبلغكم بجديد وراه كاين جديد باذن الله تعالى، وما ناش نتكلموا من فراغ، وعدنا ثقه كبيره في السيد رئيس الجمهوريه انه ينهي هذا الملف قريبا باذن الله تعالى ان شاء الله. كما رانا نفرحوا نفرحكم معنا، رانا نجيبكم في اخبار متداوله، اخبار ان شاء الله تكون في الصالح تاع الفئه، لانه الموضوع هذا ماهوش موضوع عابر، لا موضوع حقيقي، وتسويه الملف راح تكون باذن الله تعالى لجميع الفئات. ربي يوفقني ويوفقكم ان شاء الله لخدمه البلاد والعباد، ربي يحفظ كل خاوتي محاربي العشريه السوداء. برهنتم للمره الثانيه انكم رجال الجزائر بامتياز، وان الجزائر خط احمر، معليش طالب حقك، لكن انك يجي يستغني لاهداف او اغراض اخرى فهذا راه غلط في حسابه. كما قلت لكم خاوتي ديروا لي متابعه للصفحه ان شاء الله تاعي، وراح يكون جديد وراح نبلغكم مباشره، نحدثكم مباشره في وقتها باذن الله تعالى. ربي فرحنا ان شاء الله هذا الشهر، ويكون شهر تاع خير باذن الله، وبدايه وشهر ان شاء الله يكون شهر كما يقول لك شهر رمضان المبارك. الحمد لله، قال لك كي تهدر اخزر للفال. ربي يوفقنا، ربي يحفظكم ان شاء الله، ربي يفرج عليكم جميعا، كل واحد يدي حق، وجماع جميع محاربي العشريه السوداء. رحم الله شهداءنا الابرار، الله يرحم شهداء الواجب الوطني، المجد والخلود لشهدائنا الابرار. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، الله الموفق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.